الحياة في مجملها خطوات، إما بنخطوها في الطريق نحو الهدف أو لا طريق ولا هدف. أهلا بكم حبائي في لقاء جديد ومتجدد دائما على الهواء من قناة الكرمة وبرنامج خطوات قدام. النهاردة معدنا مع خطوات جديدة لقدام في موضوع مهم، موضوع صعب كمان، لكنه أساسي وجوهري جدا لحياة كل واحد مع المسيح. موضوع هو الفرح المسيحي، أو بتثنية 16 وعدد 15، فلا تكون إلا فرحا. وده غرض الله من حياة كل واحد مننا، أنه يكون فرحان برغم الظروف، فرحان. يمكن أنا عارف يمكن البعض منكم أو الكثير منكم بيتساءل، فرحان إزاي أفرح؟ يعني أنت ممكن نتكلم عن أكون أقل حزن أو أقل كآبة، لكن فرح مرة واحدة؟ هو ده غرض الله وده اللي هنتكلم عنه، وده الموضوع الصعب اللي هنتناوله بنعمة رب. مش موضوع تسمع عنه، لكن بنعمة رب النهاردة هتاخد خطوات عملية وتاخد أساليب حياة، تفكير جديد، أسلوب حياة جديد في حياة الفرح المسيح. يمكن أنا عارف بتقول أنا مفرحتش، أنا بقالي سنين وأنا عايش في كآبة، في حزن، في مرض، ويمكن أصدقائي القريبين جدا اللي عمرهم ما سابوني هم الحظ التعس والمرض والفقر والحزن، ويمكن كل أصدقائي سابوني ما عدا دولت، هم اللي ملازمني طول حياتي. لكن أنا واثق النهاردة بنعمة رب هناخد كلنا خطوات جديدة لقدام في طريق الفرح المسيحي، فلا تكون إلا فرحا. الحقيقة الموضوع ده مش أي حد يقدر يكلمنا عنه، لكن فعلا ناس محتاج عاشوا اللي احنا بنقوله وجايين يشاركونا باختبارهم. وأنا سعيد جدا أن يكون معايا النهاردة لأول مرة صديق وأخ عزيز وشخص رائع جدا جدا جدا، أعرفه من أكثر من 15 سنة، الأخ جورج الجوهري. جورج الحقيقة مش جاي يكلمنا عن الفرح، لكن أنا فعلا لمست في حياته الفرح المسيحي في ظروف كتيرة كان يعدي فيها، وما شافوش غير ان هو فرحان وجاي وسعيد. فأما شفت كده قلت طب تعالى بقى جورج كلمنا عن اختباراتك وكلمنا عن ما تعيشه وشاركنا باللي انت تعلمته وخدته من الله، وسعيد جدا يكون موجود معايا النهاردة. اهلا بك يا جورج. اهلا بك اخ بيتر، وانا كمان سعيد جدا جدا بوجودي في وسطيكم مع طبعا دكتور رائد واسيس هاجوبيان. God bless you، يعني ربنا يباركك خالص. Thank you. اشكرك على وجودي. جورج صيدلي، وهو مش بس صيدلي، كان هو كمان بيعمل كومباوند فارماسي. فالنهارده هيدينا الوصفه بقى ازاي ان احنا بنعمه رب حزننا يتحول الى فرح بنعمه رب. امين يحصل. امين. معايا كمان شخص رائع جدا جدا جدا، انا بشكر الله من اجله، الدكتور رائد وديع. يمكن الدكتور رائد قابلته مرة واحدة واتكلمت معه مرة واحدة، لكن في المرة دي أدركت أني قدام قامة روحية رائعة وعالية جدا. والحقيقة سعيد أنه قبل الدعوة يكون موجود معنا النهاردة عشان يشاركنا بخبرته الروحية. رائد وديع، هو فعلا رائد في كلمة الله ووديع القلب، وأنا سعيد جدا أنه هو يكون موجود معنا النهاردة. ربنا يخليك يا أخي بيتر، الكلام ده كبير عليا، أنا مستحقوش فعلا، ده مش كلام يعني، فعلا مستحقوش. لا دي حقيقة. وأنا بتبارك أن أكون معك النهاردة وأكون مع أخويا جورج ومع كل الإخوة الأحبة هنا، ده شرف كبير لي. أهلا بيك دكتور رائد، سعيد جدا أنك موجود معنا. ربنا يباركك. طبعا قعدتنا مش هتحلى من غير الصوت الحلو الجميل والحضور الرائع اللي بينقل لينا حضور وبهجة الله، الأسيس أرمن هاكوبيان. وأنا بشكر الله جدا من أجله، وكتار زي ما قلت لما بيغيب عننا كتار بيتصلوا بيقولوا فين الأسيس أرمن هاكوبيان، بقاله مدة ما شفناهوش، وأنا سعيد جدا وأنا واحد منهم على فكرة، وأنت عشان أرمن طبعا. أهلا بيك أسيس أرمن. وأنا أتشرف وإلي امتياز أن أكون معكم في الكرمة في خطوات قدام، وأصلي باسم يسوع أنه كل كلمة تخرج تكون بركة للشعب الله يلي بيسمع في كل مكان، وكمان كل ترنيمة وتسبيحة تكون سبب لعزاء وفرح في اسم يسوع المسيح. أمين أمين أمين. طبعا أنا مشتاق أسمع بقى ترنيمة الأسيس أرمن، بس قبل ما ناخد نسمع ترنيمة الأسيس أرمن حب أخد منك تعليق يا جورج عن الموضوع اللي بنتكلم فيه النهاردة. أخد تعليق صغير كده دقيقتين وبعد كده نسمع ترنيمة الأسيس أرمن. بس الفرح كل الناس، الفرح لكل الناس، لكل حق
ده حق إلهي، لأن إحنا اتخلقنا، الله لما خلق آدم خلقه فرح، لكن الخطية جت لخبطت الدنيا، دخلت الحزن. حلو. لكن إلهنا عايز يعيد الوصفة الجميلة السحرية اللي هو يعيده تاني إلى الوحدة مع الله الآب والابن والروح القدس، فقال كده لا تكون إلا فرحا، إلا فرحا. يعني بنعمة رب النهاردة هنقدر ناخد توجه لكل واحد مننا لا يكون إلا فرحا. النهاردة كل واحد هيسمعنا هيكون فرحان. أمين. باسم يسوع. أمين. أمين. دكتور رائد. الحقيقة هو الفرح طبعا اللي قاله جورج ده جميل قوي، حلو ورائع، ان فرح حق لكل واحد، ده حق كتابي فعلا، بس هو تحدي كبير كمان الايام دي. تحدي جامد جدا في ظل الظروف اللي احنا عايشين فيها، وفي ظل المرض والتعب والموت والحاجات اللي بتحصل كلها في العالم، فتحدي جامد جدا. لكن عايز اشجع المشاهد اللي بيتفرج عليا النهارده ان بولس الرسول قال في فيليبي اصحاح 4 وايه 4 افرحوا في الرب كل حين، واقول ايضا افرحوا. قالها منين؟ قالها من سجن روما. في عز السجن قال افرحوا في الرب كل حين. على فكرة بولس اتكلم عن الفرح أو كلمة الفرح جات في رسائل بولس حوالي 44 مرة، أكتر من 11 مرة في فيليبي بس. ده صحيح. 11 مرة وهو جوه السجن بيتكلم عن الفرح. إذن الفرح مش مرتبط بالظروف ومش مرتبط باللي بيحصل لي، لأن في سبب أنك تفرح. عزيزي المشاهد النهاردة، أنا عايز أشجع كل واحد النهاردة بيتفرج انك تفرح، مش عشان احنا جايين نهيص كده شويه مثلا ونقول لك افرح ونعمل لك نوع من انواع الوهم مثلا النفس، لا، لان في حق كتابي. اسمع اللي بيقوله، او دغدغه مشاعر او كده. لا، الرب، شوف الرب قال ايه في سفر اشعياء، دي ايه مشجعه جدا اقراها معاك. يقول كده: روح السيد الرب عليا لانه مسحني لابشر مين؟ المساكين. المساكين ارسلني لاعصب منكسري القلب. فانت لو منكسر القلب النهارده، مسحوق النهارده، الرساله دي ليك: لانادي المسبيين بالعتق، المقصورين بالاطلاق، لانادي بسنه مقبوله للرب. عاملين يقول 2020 وحشه، 2021 اوحش، لا، في سنه مقبوله للرب، وبيوم انتقام لالهنا لاعزي مين؟ كل الناقحين. بص بقى اللي جاي: لاجعل ناقحي صهيون لاعطيهم جمال عوض عن الرماد، ودهن فرح. هللويا. ودهن ايه؟ فرح، عوض عن النوح. هو ده اللي ورداء تسبيح. رداء تسبيح عوض عن الروح. كلام جامد جدا، وكلام يعني لما تقراه كده تبقى عايز تقوم من الكرسي وتسبح الرب، لانه الرب نفسه قال الايه دي كمان في بدايه خدمته في لوقا 4 لما دفع اليه السفر وقرا الايه دي وقال لهم: اليوم قد تم المكتوب على مسامعكم. اليوم الرب يقدر يفرحك، يبدل ده كله، ياخد ده ويعمل عملية تبديل، ياخد التوب المحروق المتدمر ده والرب يديك حياة جديدة في اسم يسوع. خليك معانا لنهاية الحلقة، هنتكلم كتير والرب يدينا النهاردة. أمين 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 أمين. بسمعنا من جورج إن ده حق لكل واحد، حق كل مواطن سماوي، حق كل مواطن سماوي، إنه من حقه إن هو يفرح. في نفس الوقت ده تحدي، تحدي لأن في ظروف اللي حوالينا ظروف رهيبة، صعبة جدا جدا جدا، لكن بالرغم من الظروف دي بنعمة ربنا النهاردة، النهاردة هنمسك بإيدينا. أمين. توجه إزاي أقدر، ومفاتيح نفتح بها قفل كآبة الحياة. أمين. ولا تكون إلا فرحة. أمين. أمين. أسيس أرمل، أخذ منك تعليق برضو، عايز ترنم لنا إيه بقى؟ أمين. أنا رح أرنم أتكل عليك ألتجئ إليك. فكرت بهذه الترنيمة لأنه مهما بحثنا في العالم كنا عاوزين نلاقي فرح، مش رح نلاقي. أنا صغيرك، طفلك، ابنك المدلل، لا أخاف، فرحتي لديك. وهذه مفاتيح أنا متأكد خلال الحلقة أكيد رح تحكوا فيها. أمين. فحبيت أنه أبدأ. أمين. بهذه. أمين. التنمية. أمين. أمين. أتكل عليك، ألتجئ إليك، ولا أخافه، لا ألا، فرحتي لديك. أتكل عليك، ألتجئ إليك، ولا أخافه، لا ألا، فرحتي لديك. أنا صغيرك،
طفلك وابنك المدلل، ومن شبابي إلى مشيبي على كتفيك أحمل. أنا صغيرك طفلك وابنك المدلل، ومن شبابي إلى مشيبي على كتفيك أحمل. إيماني أنت وهبته، ماضي أنت غفرته، إيماني أنت وهبته، ماضي أنت غفرته، ولي بيت جميل بسمائك صنعته لي، ضمنته لي، ضمنته، ترتب قدامي مائدة إطعامي، وترتب قدامي مائدة إطعامي، وتطعمني يداك يا حلو اليدين، وترتب قدامي مائدة إطعامي، وترتب قدامي مائدة إطعامي، وتطعمني يداك يا حلو اليدين. فلا عجب، فلا عجب إن رقت الدنيا ولم تعنيني رقتها، ولا عجب إن ضاقت الدنيا فزاد إيماني، لأنني أتكل عليك، ألتجئ إليك، ولا أخاف لا ألا، فراحتي لديك. أنا صغيرك طفلك وابنك المدلل، ومن شبابي إلى مشيبي على كتفيك أحمل. أنا صغيرك طفلك وابنك المدلل، ومن شبابي إلى مشيبي على كتفيك أحمل. إيماني أنت وهبته، ماضي أنت غفرته، إيماني أنت وهبته، ماضي أنت غفرته، ولي بيت جميل بسمائك صنعته، وضمنته لي، ضمنته، وضمنته، أمين أمين. ماضي أنت غفرته، والماضي والمستقبل أنت ضمنته. كلام جميل. اتكلمنا عن الحق، إن الحق إن أفرح، وكمان تحدي إن أفرح. غرض الله إن أنا أكون فرحان، ده غرض الله إن أنا أكون فرحان. قلت عن آدم كأن يعني كأن الله غرضه إن أنا أكون مرتاح وفرحان، لأن خلقه في اليوم السادس، فالأول يوم كان يوم الراحة. فكان غرض الله يا آدم أنا خلقتك وما تعيش، ما تشاركتش في الخليقة، ما تعملش حاجة يا آدم، أنت أنا خلقتك عشان تكون فرحان. وغرض الله كمان من البداية، من أول يوم ما عين الواحد بتتفتح على عمل المسيح، بص لقى دنيا جديدة، بيفرح وبيبقى مبسوط وفرحان جدا جدا جدا. ولكن
قبل ما ندخل في الموضوع ونكمل فيه، خلونا الأول نرجع تاني، إيه هو بقى الفرح؟ يعني هل الفرح دي حالة مزاجية معينة أو هو اللذة والانبساط، أنا أكون مبسوط كده وعامل دماغ مثلا زي ما بيقولوا في مصر؟ إيه الفرح بالظبط؟ يعني إحنا بنتكلم عن الفرح، فقبل ما ندخل في موضوع الفرح إحنا عندنا أمر بالفرح وغرض الله إنه طب إيه هو بقى الفرح المسيحي إلا الله عايزنا نكون فيه؟ شوف هقول لك حاجة، الفرح هي طاقة إيجابية طلعة من العرش الإلهي. الطاقة إيجابية الله، يعني وده ثمر من ثمار الروح. يعني ثمر الروح فرح في غلطية 5:22 تقريبا، ثمر الروح فرح، محبة فرح. فرح سلام تاني حاجة كانت الفرح، والتسع حاجات اللي الله موضحها لنا في غلطية 5:22 مش actions تنعمل، مش تصرفات بتعمل، إنما ده style of life، ده أسلوب حياة. أسلوب حياة أن يكون عندي المحبة، أسلوب حياة أن يكون عندي الفرح، أسلوب حياة أن يكون عندي عفة، أسلوب حياة أن يكون عندي وداعة. إنما الباقي إحنا بنتلخبط بين المظاهر، مظاهر الأسلوب والأسلوب نفسه. الأسلوب قوته من الله، لأن ده ثمر الروح، وأنا علي أن أنا أصدق نفسي وصدق الله ان هو الله عايش فيا. فالله لما يعيش فيا هيعيش متضايق، هيعيش زعلان، هيعيش قرفان من، ولا هيعيش فرحان محب لطيف قدوس. فالصفات الإلهية بتعبر عن الإرادة الإلهية. يعني اش كده، هل لوجيك كده ان انا اكون في الظروف المهببة اللي انا فيها دي فرحان؟ هل انا I got laid off انا طلعت من الشغل، انا ابني اتوفى، انا امي توفت، انا اخويا مات، انا حصل مرض، انا في سلسله من الامراض وكانها عقابات الهيه، فانا ازاي تطلب مني ان انا افرح؟ لكن لما ادرك ان الفرح صفه من الكاركترز الالهي، من الطبيعه الالهيه، والله ادانا في المسيح نحن نبقى شركاء الطبيعة الإلهية. ده كلام رائع جدا. يعني قصدك تقول ان الفرح ده مش شيء خارجي، لكن ده شيء بينبع من الداخل. ده صحيح، طاقة إيجابية من أو مظهر حياة الله جوانا. صحيح. طاقة زي ما قال، طاقة إيجابية زي ما قال جورج، وهو قال ان هي روح قدس. يعني روح قدس هو الله، هو أقنوم، هو أقنوم من أقانيم الله، فهو بيدينا هذه القوة أو بيمدنا بهذه الطاقة. هو مش طاقة طبعا، لكن هو يمدنا بهذه الطاقة الإيجابية. أنا أفتكر حتى والدي توفى من فترة مش من بعيدة قوي، من كذا سنة، وناس جاية تعزيني في البيت وكده، وقبل ما انزل مصر كنت هنا في كندا، والناس زعلانة وأنا معرفش إيه اللي خلاني أرنم. يعني بقيت برنم ومبتسم، طبعا مش بارقص يعني ولا بزغرط ولا فرحان إن أبويا توفى، لكن كنت برنم، انا فاكر كويس قوي، وعلى وجهي ابتسامه كبيره، وكنت عارف دي جايه منين. ده عمل الله زي ما قال جورج، فده اكيد الرب هو اللي بيحط جوانا الكلام ده، مش تصنع. بالظبط، ما تقدرش تتصنع. يعني انا هضيف على كلام رائد حاجه، ان الفرح بتاعي دفع ثمنه. يعني انا مش لسه هكتسبه، انا مش لسه هدور عليه واسعى عليه، ده مدفوع ثمنه في الصليب. زي ما الرب يسوع المسيح على الصليب اصبح خطيه من اجلي، مكتوب كده انه اصبح خطيه من اجلك، كل خطايانا بقت عليه، لكن بجلدته شفينا. لكن في خلاصنا في المسيح احنا بننال مع الخلاص الفرح. وبالتالي انا يعني مش مطلوب ان انا اجد علشان افرح، لان الفرح لازم ياتي من وضعيه ارتياح. لان ازاي انا هفرح وانا ام سويتنج يعني لك ومش عارف اجيب الفرح منين؟ انا اروح هنا ولا اروح هنا، ولا طب اصدق ده ولا اعمل دي، طب اصلي، طب اصوم، طب اعمل حاجه ادي للناس. كل دي حاجات دي بتؤدي لاسباب سعاده بلا شك، لكن انا بتكلم على الفرح الحقيقي اللي ما بيحركوش، اللي ما بيأثرش عليه امور لكن يؤثر على الظروف. ده بالتاكيد. وهو يمكن يا اخ بيتر لما سالت الفرق بينه وبين اللذه او الانبساط، دي نقطه مهمه، او الانبساط ده يمكن فكره الناس عن الفرح.
زي ما انت قلت في المقدمة او في السؤال في بداية السؤال ان ربنا خلق آدم في الاخر عشان يستمتع بما عمله بما صنعه الرب ويشترك مع الرب في تسبيح وفي علاقة، وهي دي الفرع. يعني احد الاباء القديسين قال الانسان مخلوق من الله ولا يشبع الا في الله. لما حصل السقوط حصل الانفصال من هذه الشركة. لما يعني انا فاكرها كان عندنا استاذ في مدرسة الاحد فاكرها كويس، وانا كنت في مدرسة احد كنا طفل صغير، قال لنا آدم كان مع الله في شركة كده زي مستقبل ومرسل. فكان كده بالظبط. الخطية جت شوهت آدم بقى عامل كده، يجي يخش في شركة مع الله مش عارف، فبقى في حالة من حالات البعد عن الله، وهي دي الخطية، الانفصال عن الله. ولما انفصل الله بقاش يفرح، بقى يخاف، بقى يجري من ربنا، بقى يستخبى من ربنا، بقى يقول له آدم أين أنت، يقول له سمعت صوتك فخشيت لأني عريان فاختبأت، لأنه بقى يخاف من ربنا. توما الواحد خاف استحالة يفرح. هيفرح ازاي؟ قطع الفرح قطع الدايرة خلاص. فهي في حاجتين في علاقة، كان ادم بيختبر الحب زي ما ذكرت، وبيختبر هذه العلاقة. على فكرة في ناس من العالم مألفة كتب في السعادة وقالت حاجتين مهمين جدا، الاحتياج للحب والاحتياج للإلوهة. دول مش مسيحيين باي ذا واي. فتخيل انت العالم النهاردة بيعيد اختراع الذرة او بيعيد اختراع يعني الإيمان المسيحي الإيمان المسيحي او يعني موجود عندنا وهو موجود في كلمة الله. فهو احد الكتاب اسمه جوناثان هايت قال الانسان يحتاج له ويحتاج للحب. ده اللي كان في ادم، يعني كان في شركة وكان في حب وكان فرحان. والاخ هايت ده بيقول ان انت محتاج دول عشان تبقى فرحان، انت محتاج الالوهة، وبيدور بقى على الالوهة في اي حاجة وبيدور على الحب في اي حاجة. فدي نقطة مهمة قوي. اتفضل يا جورج، كنت عايز يعني كنت عايز اضيف حاجة على الحتة دي او اخد من السياق الحديث بتاع دكتور رائد حاجة، انه الفرح يعني انت لما تدخل فرح، هل في فرح منور ولا فرح ضلمة ولا فرح نص نص؟ اي فرح لازم يكون منور، اي فرح، كهرباء ونور وفلاشات، انه في الفرح مرتبط بالنور. لكن ادم لما كان مع الله في الجنه ولما اخطا، عرف ازاي ادم انه هو عريان؟ عرف ازاي ادم هو كان عريان قبل الخطيه، واكتشف انه عريان بعد الخطيه. الربانيين في التلمود عندهم تفسير انا اعتبره رائع في الحته دي، انه بيقول انه ادم كان يكسوه النور لان كان جواه نور، وكان من شده النور ما يقدرش يتعرف على اعضائه، ما يعرفش دراعه فين وايده فين والكلام. يعني كان كانك مثلا لو انت ماشي في الشارع على هاي واي وفي صليب، الفريم بتاعه very distinct يعني واضح جدا، لكن لما تيجي تنور الصليب ده بنور جامد قوي، حدود الصليب ما تشوفهاش، انت تشوف كتلة نور من بعيد على هيئة صليب. فبيقول الربانيين في التلمود، يقولوا ان المفسرين بيقولوا ان لما آدم سقط فقد النور، اتطفى واتطفت معاه الفرح. يعني لو حبيت ألخص الكلام ده، if I understand it correctly، انا اقدر اقول ان الفرح مش حالة مزاجية، ولا اني زي مثلا ممكن اتفرج على مسرحية او فيلم مضحك كوميدي، او اكون في حالة مزاج كده واكون مبسوط، او في اخبار كويسة ابقى فرحان ومبسوط. لكن الفرح بينبع من الداخل، وده ثمر الروح القدس. الروح القدس شخص، الروح القدس موجود في داخلي، او حضرتك اشرت الي انه الطاقه الايجابيه باختزال شويه، بس هو اكثر من كده، لان هو اقنوم يعني في داخلي، ثمر يعني ده هو ثمر طبيعي، هو ثمر الاقنوم بالظبط. ده الوقت اللي انا بقبل فيه الرب بتدخل حياه الفرح. بلاقي من اول علامه من علامات اي شخص بيقبل، بيعينه بتتنور، صحيح، بيبقى فرحان على طول، لان النور نور. النور نور يعني عينيا انفتحت من يوم ما قبلت حبيبي يسوع، وانا عايش دايما فرحان. فرح قلبي وغفر خطايا وطرحها في بحر النساء. والايه اللي حضرتك اشرت اليها في اشعياء، انه مفيش ثوب اعطيكم رداء تسبيح العمر في حياه اللسان اللي عمره ما ترنم بيرنم. يمكن كان بيقول ترانيم
قبل كده، لكن لما عينه بتنفتح بيبدأ يرنم. فالفرح ده موجود في داخل الإنسان. أشبهها كده زي حاجة زي السعودية مثلا. السعودية من 300 سنة كان عندهم البترول موجود في الأرض، بس كانوا فقراء. صحيح، كانوا بيركبوا الجمل، كانوا غلابة جدا، ما كانش عندهم إمكانيات مادية، مع أنه إيه البترول موجود بس ما كانش طلع، ما قدروش يستفيدوا بيه. على شبه ذات القياس، لما عرفنا الرب الفرح ده، ينبوع الفرح موجود في داخلنا لكنه غير مكتشف، غير ما 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 عمل ما افرحوا في الرب كله. يعني طلع بقى الفرح اللي جواك. يعني انت تفرح، يعني هتشتغل شويه وتطلع الفرح اللي جواك. وعلى فكره كنت بتكلم المهندس عماد اللي عمل الاستوديو ده، عماد دميان، كان بيشتغل مهندس بترول في السعوديه، بيقول لي يا اخي حاجه غريبه السعوديه، ربنا يا اخي حاجه غريبه. نروح في حته، ما هو كان بيروح مثلا في اراء في بلاد تانية يدور على البترول، ما يلاقيش، يلاقي قاعد يشرح لي ازاي، ما اعرفش يسمعوا ايه كده، فلو سمع حاجه من طنط يقول لك ده فيه ميه، لو سمع ما اعرفش يعرف ان فيها بترول. نروح حته كتيره، لكن نروح السعوديه اخي في اي حته اعمل ابقى اسمع بترول، اروح هنا اسمع بترول. ما يعني كانها بلد عايشه عايمه على الذهب الأسود. بلد عايشة على الذهب الأسود. على شبه ذات القياس، إحنا من يوم ما عرفت حبيبي والفرح موجود في داخلي، فأنا عندي أطنان من الفرح الداخلي غير مكتشفة وغير مستفادة وغير مستغلة. فإذا النهاردة لما بكلم عن الفرح، مش حاجة جديدة هكتسبها، مش هروح أتفرج على مسرحية أو استنى ظروف أو حاجة تتغير فأفرح، لكن ده فرح في داخلي. عشان كده ما يتكلم عن ينزع أحد فرحكم منكم، يعني ده حاجة ملزوقة فيا في أعماقي. لكن النهاردة ربنا يدينا نعمة عشان نقدر ناخد توجه جديد، نقدر إزاي نستفيد بيه بالثروة، ثروة الفرح اللي موجودة في أعماق كل واحد وكل واحد. أمين مؤمن. أمين أمين. هو فك الاشتراك ده مهم بين بين اللي أنا فاكره هو فرح والفرح الحقيقي اللي جوايا اللي محدش يقدر ينزعه مني. يعني دايما الناس والعالم للأسف ساهم كتير أن الناس تفكر في حاجات في العالم، ودي مش غلط، يعني هي مش بقول دي خطية أو حاجة وحشة أو، بس مش دي الوسيلة اللي تفرحني. يعني سليمان الكتاب قال في أواخر أيامه نساء أملنا قلبه وراء آلهة غريبة. والكتاب بيعلمنا أن سليمان زود في ثلاث حاجات، زود من الذهب، زود من الخيل، زود من النساء. ثلاث حاجات الرب ما بيحبهمش، وما قال لشعبه دول ابعدوا عنهم، فكان فاكر أن دي الحاجات اللي بتدي سعادة. لكن على فكرة سليمان قال كلام كتير في اكتئاب موجود سفر الجامعة، يعني في الإصحاح الأول والإصحاح الثاني، ما فائدة من كل تعب الإنسان اللي يتعبه تحت الشمس إلى آخره. ليه؟ لأنه فقد البوصلة، فقد الحتة الأساسية اللي الفرح اللي محدش يقدر ينزعه، اللي قلنا عليه في المقدمة، جوه سجن فيليبي، جوه سجن روما، واقف بولس بيبعت لفيليبي، آسف، هو كان في سجن روما، بيقول لهم افرحوا في الرب كل حين. وقعد في السجن وأصعب سجن سجن روما، كان بيبدلوا عليه 2 حراس كل 4 ساعات من كتر ما السجن صعب. الحراس نفسهم وهم كانوا بيبقوا هجمة كده كبار، يعني لازم يبدلوا كل 4 ساعات لأنه ظروف السجن كانت قاسية جدا، لكن يقول لهم افرحوا في الرب كل حين. أنا ما قريت عن السجن ده، سوري، ما قريت، يعني أنا ما يهمنيش الحراس لكن اللي تعبني في السجن الفران، لكن الفران موجودة فيه، يقول لك كمية الفران في حجم القطة أو ما عرفش إيه. تخيل بقى أن أنت قاعد في مكان وعندك فار مثلا، مش فار مثلا، ده أنا فيران فيران، واخد بالك يعني وفي كل ده يقول لنا افرحوا في رب كل حين. ده انا مره اول اشترينا بيت، مره كان جورانا مزرعه ودخل فرس وانطوط كده من الفاير بليس. انا قلت لمرات انا مش قاعد في البيت، انا ماشي الا كده قلت لي فرح، وكنت في حاله كآبه رهيبه. لكن واحد بيكلمنا من السجن، حراس وفران وكل ده، بيقول لك افرحوا في الرب كل حين. واقول ايضا كنت عايز تقول حاجه على اختبار حصل لي انا ومراتي لوسي جميله في سنه 2001. لوسي جالها فشل كلوي سنه 1997، وبعدين كنت بتعمل دياليسيز لمده سنين،
واتحطت على الليست على الويتنج ليست بتاع كيدني ترانسبلانت. وبعدين مامتها مشكوره في الاخر ما كنا مخبيين عنها خالص. حتى كنا بنعمل الدياليسيس وهي عايشه معانا بالليل بعد ما هي تنام نروح نبتدي الدياليسيس. ده نوعين لايك هيمو دياليسيس وبريتونايل دياليسيس. شي واز ا بريتونايل وان بالمية وكده. ف it take a lot of nerve و sweat مننا ان احنا to camouflage ال process دي. المهم finally هي اخيرا عرفت وقالت لنا طب انا اديلها كده من عندي. فهين في الاخر بين اخده وعطا وتعرف كلام بنت ومامتها وكده الوضع يعني بيبقى حساس انه يعني تاخد من مامتها كليه. ولكن بالنسبه للام ده وضع طبيعي. فالمهم عملت العمليه والعمليه نجحت on the table. يعني الكليه اشتغلت بمجرد اخر خيط في الجراحه. وبعدين الدكتور كان اسمه دكتور لوك كان راجل رائع يعني. انا كنت واقف بره وقال لي العمليه نجحت. وي وير سو لاكي احنا كنا محظوظين قوي الكليه اشتغلت على ف تو ميك ذا ستوري شورت. نص ساعه جالي مدلدل دماغه قال لي الرئه وقفت واحنا لازم نوديها الاي سي يو. قلت له يعني؟ قال لي يعني ما بتتنفس لازم نحط على جهاز. فقال لي معلش انا اسف يعني. قلت له يعني اللي لازم يتعمل هيتعمل. فانا زي ما تكون بالظبط كان معاك حاجه رائعه جدا جدا فرحان بيها وفرحان جدا وبعد سنين تعب وعذاب اخيرا فرجت. بعد الاقي الدنيا طخ مروح. كانك اتضربت بشاكوش وبقلم وبمسدس وبسطور وكل حاجه. حزنت قوي. فجالي ناس واحد منهم دلوقتي هو ابي كان في مانيتوبا تقريبا او قلب مش فاكر حته كده مانيتوبا او البرتا مش فاكر مع اسرته كده وناس تانية ومتعودين ان يشوفوني انا بتكلم عن الفرح بتكلم عن المسيح بتكلم عن امانه ربنا وفرانه. لا واحد وشه كئيب. فقالوا لي جورج تعال روح كنيسه. ف في دماغي كده قلت كنيسة ايه بقى؟ خلاص انا بنصلي بقى لنا 200 سنة وفي الاخر هي باظت مننا. وقالوا لي ان ممكن لوسي تصحى لو صحيت. احنا ما نعرفش هتصحى امتى من الغيبوبة لكن لو صحيت ممكن تفقد الذاكرة وبالتالي ممكن ما تعرفكش. فجوايا كان في تأكيد من جوا ان ده مش هيحصل. لكن دي معلومات طبية لازم تتقال. ف رحت في الاخر جوايا قلت لنفسي يا واد انت بتتكلم الناس دي عن ربنا والناس دي بتقول لك تعال روح الكنيسه وانت كده شكلك وحش روح معاهم من باب الاستحى يعني. رحت كانت كنا في لندن اونتاريو ساعتها وكانت كنيسه الانبا بولا هي الكنيسه الوحيده كانت موجوده عربي الكنيسة كانت مقفولة والكاهن ما كانش موجود وفي وينسر. فقلت لهم يا جماعة الكنيسة مقفولة. قالوا لي بس تعالوا نروح ولو من على الباب. رحنا على الباب وهم خدوا الدرج السلالم وأنا وقفت على الأرض عشان تعبر لك عن مستوى الإيمان بتاعي على الأرض. وبعدين ابتديت أصلي وأقول له يا رب يعني هل ينفع كده؟ ولقيت جوايا زي منسوب ميه بترفع بيترفع 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 وابتديت افرح وابتديت ابتهج وابتدي عينيا تلمع وابتديت اصلي صلوات بايمان يا رب اشكرك لان لوسي ترجع تاني اشكرك لانك تديها حياه اشكرك لانه انت عندك في الموت مخارج وابتديت اشكر ربنا ما كنتش بطلب. وبعدين خلصنا صلاة حصل حاجات جميلة ساعتها بس مش وقتها أقولها دلوقتي. والناس اللي كانوا معايا قالوا لي جورج انت شكلك وانت معانا غير وانت راجع خالص. قلت لهم لاني خدت من ربنا تأكيد ان في بركة جاية
وان روسيا تبقى كويسه. الكلام ده كان يوم جمعه انا فاكره كويس الساعه 4. رحت في الاي في الاي سي يو في الـ في الـ في الـ في المستشفى وانا على طول جنبها حتى وهي ما كانتش دريانه بحاجه. فمسكت ايديها انا لما بروحها بمسك ايديها بصلي بطبطب عليها كده. فبمسك ايديها لقيتها لاول مره راحت ضغطت على ايدي وراحت بصالي كده راحت رجعت تاني. فتعرف كاني انفجار فرح. ايه ده يوريكا وجبتها. يعني حصل. ورحت للدكتور قلت له دكتور في الاي سي قلت له ابتدت تتحرك ما كانش بتتحرك لمده 3 ايام من الاربعاء للجمعه. في عباره عن جهاز بيطلع وينزل. فجريوا عملوا الاكسجين لقوا الاكسجين 90 كان غالبا 45 او حاجه زي كده. فده الفرح اللي اقصد من الحكايه دي كلها ايه؟ الفرح عباره عن بنيه تحتيه للمعجزات. الفرح بنيه هو بنيتنا التحتيه لصنع واختبار معجزات الله. فرح الرب هو قوتكم. امين امين امين. في كل يوم بشوف امورك واقول كلمني ربي. نفسي اسمع الترنيمه دي من الاسيس ارمنت. امين امين, أمين. كلام رائع وانا قاعد اسمع وسمعت عن الانفصال يلي الخطيئه كانت السبب فيها بين الانسان والله. فانا هرجع واتوب وانهض واقوم هرجع لك من تاني بايماني باغاني وترنيماتي. امين. لانه أمين. رجوعي للرب امين هو سبب الفرحه انه هذا العائق او هذه الخطيئه ترفع باسم يسوع. امين امين. بشوف أمور كلمت قلبي فيها من سنين. فاكر في يوم همسك بقول هنسى معك ضعفي وهقول دربني ربي ويخلي قلبي يرجع يعيش لمجدك من جديد. هرجع هتوب هنهض هقوم هنسى معك ضعفي وهقول أنا هرجع لك من تاني أنا راجع لمكاني واقف على الأسوار وبنادي بإيماني وبأغاني بكلامي بترنيماتي يسوعي هيكون نور إعلاني أنا هرجع لك من تاني أنا راجع لمكاني واقف على الأسوار وبنادي وبأغاني بكلامي بترنيماتي يسوعي هيكون نور إعلاني غيرني ربي المس حياتي علشان تشوف الناس فيا يسوع مش بس لساني أو كلماتي لكن هعيش تسبيحة ليسوع هسهر هصلي فاكر رسالتي واتعلم ربي
الحب تاني الانتظار واحيا شهادة مسحة بإرادة وتفيض حياتي دايما بالثمار أنا هرجع لك من تاني أنا راجع لي مكاني واقف على الأسوار وبنادي بإيماني وبأغاني بكلامي بترنيماتي يسوعي هيكون نور إعلاني أنا هرجع لك من تاني أنا راجع لي مكاني واقف على الأسوار وبنادي بإيماني وبأغاني بكلامي بترنيماتي يسوعي هيكون نور إعلاني يسوعي هيكون نور إعلاني أنا راجع لمكاني كل جميلة جدا جدا اختيار موفق جدا يا أرمن راجع لمكاني أنا عايز أتكلم دلوقتي عن إزاي أفرح بس قبل ما أتكلم عن إزاي أفرح دلوقتي والأسيس أرمن بيرنم الترنيمة دي جات في بالي راجع لمكاني فلو هنتكلم عن إزاي أفرح فعايز أتكلم عن بداية الفرح احنا نتكلم دلوقتي عن اكتشاف الكنز اللي موجود جوانا عند كثرة همومي في داخلي فالكنز اللي داخلي لكن ازاي ابدا اخد الفرح ده يعني ده بيفكرني بانجيل لوقا اصحاح 15 لابن الضال عمل كل حاجه ممكن تبسط عيشه مسرفه معاه فلوس في حريه وعمل كل حاجه ممكن تبسط لكن بعد ما رجع الانجيل يقول لنا فابتدأوا يفرحون الله امال اللي حصل قبل كده ايه لا ده ما كانش فرح دي كانت حاجات لذة كانت متعة كانت هيصة كانت أي حاجة بس ابتدأوا يفرحون لما جاء وعرف عينيه اتفتحت أنا وأنا واحد من الناس أنا يمكن عشت حياتي بحضر الكنيسة وبروح وبتناول وحضر القداسة وحضر رفع بخور باكر كمجرد عشان ضمير يرتاح واخد بالك لكن at a certain point في الله عمل معجزة انه فتح لا باعمال في بر عملناها نحن لكن ده ليه مات المسيح كنت حافظ كويس قوي يوحنا 3 هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد طب بذله عشان مين عشان العالم لكن بتيجي وقت تقول الذي احبني واسلم نفسه لاجلي عينك بتتفتح بتفرح بتبدا تفرح فانا عايز اتكلم اتكلمنا عن بداية الفرح ده يمكن حد بيشاهدنا يمكن لحد النهاردة بيقول ترنيم لكن عمره ما رنم بيحضر القداس لكن مجرد علشان يرتاح ضميره لكن ما فعلا ما شعرش بلذة القداس أو ما شعرش بلذة حضور الله في الاجتماع أو ما شعرش بلذة الشركة مع الله عينه لسه ما اتفتح وده بداية الفرح انت عارف بيتر الراجل اللي هو الابن الضال ده رجع لابوه عشان حاجتين اولا حس انه خاطي فاتقابل مع نقطه العار في حياته واجهها انه غلط حاجه ثانيه عارف لما اقول لك في مصر انت ابن مين في مصر انت ابن مين في مصر يقول لك انت ابن مين انت ابن عارف هو ابن مين الايدنتيتي بتاعته اكتشفها في عمق خطيته لأن الله روح الآب بتدور على أولاده حتى وهم بعاد عنه يعني أقول لك حاجة ناس كتير قوي من الأباء يقول لك والأمهات يقول لك أنا فجأة لقيت نفسي مشغولة ببنتي أو ابني ورحت متصل يقول له أنت كويس يرد عليها لا يا ماما أنا مش كويس يا ابني انا قلبي وجعني عليك روح وافكار الام والاب الافكار الابويه البيرنتهود بتتدفق عبر الاثير عبر الاجيال عبر المسافات واللي افتقل الاب ده قبل ما ياخده في حضنه الاب الجميل ده في المثل ده
راح له في مكان الزبالة اللي هو فيها وقال له اسلام ياسر بعيدا اوعى تنسى ان انا ابوك تعالى انا هستناك. امين. فيها حته جميله الحقيقه اللي انت قلتها دي، ان انا متعود اعمل حاجات ومفروض يعني تفرحني مش فرحان بالزبط. واكتشفنا اكشولي في الازمه اللي احنا فيها دي ان احنا بنروح كنايس وبنعمل وبنروح وبنسوي وزينا زي الباقيين، بيحزنوا بنحزن، بيخافوا بنخاف، ما عندناش كلمه رجاء بالزبط. ما عندناش شكل مختلف. يعني ما تدور على قليلين اللي عندهم شكل مختلف من المؤمنين الايام دي، مع انه بيروحوا الكنيسه. فكره الـ يعني الـ حتى الترنيمه اللي انت قلتها في الاول، من يوم ما قابلت حبيبي يسوع، مش اي حد يقابل يسوع، مش مروح الكنيسه معناه ان انا قابلت يسوع بالزبط. مش انا بتناول كل اسبوع معناه ان انا تقابلت مع يسوع. فكرتني بالمولود اعمى. مولود اعمى تقابل مع الرب شاف مين اللي حققوا معاه؟ كتبوا الفريسيين اللي هم منقوعين في الهيكل طول النهار، حافظين الناموس، حافظين الوصايا، وقالوا له حتة مهمة قوي في الآخر لفتت نظري، هي موجودة في إنجيل يوحنا صح 9. قالوا له إيه؟ قالوا في الخطايا ولدت أنت بجملتك وأنت تعلمنا. هما الحقيقة قالوا الحق هنا، هو فعلا كان بيعلمهم في الوقت ده. بيعلم مين؟ معلمين ناموس. ليه بيعلمهم؟ لأنه اختبر. الاختبار هو اللي يعلم. مش المعلومة، مش المعرفة. معرفة لا تخلص، لا تخلص ولا تفرح ولا تعمل أي حاجة خالص. ده اختبر. والفيصل هنا في حياة الفرح والنصر والغلبة. أنا مش بقولك هتعيش سوبرمان يعني، ومش هتضعف وكده، كلنا بنضعف، لكن هتبقى شايف الحق ده، وده اللي بتخليك متمسك بالحياة ومتمسك بالفرح، إنك اختبرت. فالاختبار هو مفتاح لان انا ابقى ماسك في الرب. فقالوا له انت ولدت في الخطايا بجملتك وانت تعلمه. الحقيقه هو كان بيعلمه، دي الحقيقه. ده جميل قوي. عارف كمان المعرفه، ودي معلومه يعني جمله يعني الواحد هيقف قدامها كده، المعرفه قد تعوقني عن معرفتي لله. كم المعرفه والمعلومات اللي عندنا قد يعوقنا عن البساطة التي في المسيح، التي بها ندخل إلى شركة مقدسة وعلاقة حقيقية مع الرب يسوع نفسه، علشان إن الوحدانية مختلفة خالص. عشان كده علشان ننمو لازم يحصل نوع من الشيك أوف للمعرفة اللي أنا عارفها دلوقتي، وابتدي أدخل لمستوى تاني من إني أعرفه. أعرفه وقوة قيامته. أمين. ناخد مكالمة وبعد كده نكمل الموضوع. معانا مكالمة من مصر، الأخ ابن رب. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. أنا كنت عايز أسأل بس سؤال. أتفضل. هل ممكن الفرح في وسط مرض زي الجنون؟ زي الجنون؟ زي الجنون؟ والإدمان، الجنون والإدمان. يعني لو واحد عندي جنون والإدمان، ممكن نشرح؟ سؤال مهم قوي. ازاي تشرح وسط مرض زي ده؟ اوكي، سؤال مهم قوي. ده صح، حلو قوي يا ابن رب. اوكي، حلو قوي قوي قوي. اوكي، عايز اقول حاجه. طب عندك سوري، عندك سؤال تاني يا قبل ما الاحباء يجاوبوا عليه؟ لا بس خلي بالك المرض ده عندي انا، يعني انا خدت المرض ده ورحت مستشفيات كتيره، فانا عايز اعرف ازاي افرح وسط المرض الصعب ده. اوكي طيب خليك معانا. خليك معانا. طب معلش عايز اساله. طب اتفضل. انت متشخص عندك كده يعني، عندك حاله من الحالات دي ولا انت لا انا مش متشخص. أوكي. انا اهلي هم اللي عملوا فيا كده يعني. يعني انت حاسس ان انت مجنون بس ما حدش شخصك يعني؟ لا حاسس انا انسان كويس بس هم اللي جننوني. تمام، صح، صدقني في ناس كتير كده، انت مش لوحدك. اوكي ايه بقول لك، في ناس كتيره قوي عائلاتها جننتها، لكن او بمعنى ادق بيقول نعم. ادمان. طب ازاي سوري ازاي افرح وسط الحاجات الصعبه دي يعني؟ الجنون وادمان. ادمان. شوف اقول لحضرتك حاجه، انك انت كونك انت اتصلت دلوقتي اكيد انك مش مجنون. فلو كل الدنيا بتقول عليك مجنون، لو اقرب الناس بيقولوا عليك مجنون، قول لهم لا انا مش مجنون. لازم يبقى عندنا نوع من المقاومه الايجابيه.
لكل فكر سلبي، لاني انا في انا قد اكون نتاج الانفايرمنت والمحيط، ما هو ما يحيط بي من سلبيات وافكار وخزعبلات وحاجات من وتصرفات، وازاي انه يعني تخيل انت لما تلبس توب ابيض وكل واحد ماشي في السكه يرمي عليك طينه، التوبك الابيض ده هيكون ايه بعد ساعه اتنين؟ هيكون اسود، هيكون متلخبط خالص. لكن انت توبك ابيض، انا مش مجنون. دي نقطه. النقطه الثانيه الادمان الله قادر، زي اي مرض، زي اي روح شريره، زي اي بص، زي ما بالموت بالخطيه دخل الموت الى العالم، ومن جزئيات او اللي تحت بند الموت كل انواع الامراض ومنها الادكشن. فانا لو جيت للمسيح هبقى مدمن يسوع، مش هبقى مدمن حاجه تانية. الفرح الادمان بيجي اني انا في اشتياق واحتياج للفرح والقيمة غير مشبع عندي وغير مسددة، وقد فقدت الأهلية وفقدت فقدت الطرق ان انا اشبع نفسي بيها. فبالتالي عند اول بركة، عند اول خمرة، عند اول بودرة، عند اول فيديو جنسي هتلاقي اني ابتديت ادمنه. ليه؟ لان انا عايز حد يطبطب علي، عايز حد يقول لي انت انا معاك، حتى لو كان المعاك ده هو ابليس نفسه. طيب ده كلام حلو جدا، بس برضو انا للاسف هو الخط وقع. كان نفسي اسال الاخ اللي اتصل، هل جه عليه يوم من الايام عينه انفتحت؟ هل حصل معاك هذا الاختبار انك في يوم من الايام عينك انفتحت وأدركت أنه المسيح اللي احنا بنتكلم عنه أو ابن الله اللي بيحب العالم هل أحبني؟ هل في يوم من الأيام أدركت فعلا أن المسيح اللي مات على الصليب ده مات علشاني أنا، عشان يدفع ثمن خطيتي؟ زي ما سمعنا في الأول خالص، هو اللي مات ودفع دمه الغالي مع أنه هو لم يعرف خطية، وسمعنا أنه هو صار خطية من أجلنا، من أجلي أنا، عشان أصير أنا بر الله فيه. هل جه حصل معاك يا أخ؟ أنا للأسف الخط وقع، لكن أنا بسأل هذا السؤال، هل حصل أن في يوم من الأيام عينك انفتحت على هذا الأمر؟ لكن أنا برضو at the same time نفسي بعد إذنك يا جورج لو دكتور رائد يقول له كلمة ويصلي معاه في دي. أنا نفسي أنه كان يبقى موجود معنا. عايز أسأله، لو أنت كنت قبلت الرب في حياتك، إحنا قلنا أني مش مروح الكنيسة معناها أنك قبلت الرب، الرب يغير حياتك تماما، فلازم تطلب الرب وتقبله في حياتك. ولو كنت مدمن، ولو كنت أهلك بيقول عليك كاني وماني، اللي كان عليه لاجئون كتيبة من الشياطين راح للمسيح وما فيش حد قدر يوقفه، والرب حرره، والرب زي ما حرره عايز يحررك النهاردة. أمين. عايز يحررك. أنا معرفش أنت شايفنا وسمعنا ولا لا، بس ياريت لو حتى بتسمع الحلقة في الريبيت صلي واطلب الرب. خليني أقول لك أصلي معاك يا رب. أصلي من أجل أخويا في اسم الرب يسوع، لأجل كل روح إدمان في اسم الرب يسوع، لأجل كل روح صغر نفس في اسم الرب يسوع، لأجل كل روح تعيير من الماضي عمالة تخبط فيه وعمالة تخليه يتخيل أمور يا رب، وعمالة تجيبه وتكتفه وتخليه يجرح في نفسه زي بالظبط الشخص اللي كان عليه الروح الشرير وعمال يعور في نفسه. يا رب أصلي في اسم الرب يسوع أن قلبه يتفتح لك، في اسم يسوع أنه يقبلك، في اسم يسوع أن يكون متحرر النهاردة من كل روح إدمان، من كل روح عجز، من كل روح ضعف، من كل روح صغر نفس، من كل روح عدم قبول الخلاص في اسم الرب يسوع. يا رب نضع أمامك واثقين في عملك في اسم الرب يسوع في كل المجد. أمين. حب أشجعك يا أخي ابن رب أن الإنجيل بيقول لنا وكل المحتاجين إلى شفاء شفاهم. نعم. كل اللي محتاج لشفاء. وانا بشكرك ان انت اتصلت، بشكرك على شجاعتك الادبية، وبشكرك على احساسك انك فعلا محتاج لهذا الشفاء، وانا اعتقد انك حاسس بانك محتاج لهذا الشفاء. ثق كل اللي بيطلب الله بيجد، تطلبونني فتجدونني، استطلبونني بكل قلوبكم، تعالوا الي جميع المتعبين والثقيلي الاحمال انا اريحكم، وانا هحاول اريحكم. لا انا اريحكم. النهاردة لو جيت لله وصليت زي ما الدكتور رائد قال،
تيجي لله بخطاياك زي ما انت، مش تصلح نفسك وتخف ادمانك الاول وتيجي، لا لا، زي ما انت تيجي لله وتصلي له بايمان، ثق ان هيقول لك مغفوره لخطاياك، انت ابني، انا اليوم ولدتك. معلش اقول له كلمه صغيره ثاني، ثق قم هو ذا يناديك. بالظبط. كانوا بيسكتوه بارتيماوس، بيقولوا ما تتكلمش، ما تقولش، وكان فيهم خدام، لو اهلك بيسكتوك، لو الناس بتسكتك. بص، لو احنا جايين الحلقه دي عشانك انت بس، رب بيحبك. امين. طبعا رب بيحبك وبيحبنا. بالظبط. رب بيحبك انت وجاي عشانك انت. لو ما فيش غيرك في العالم هيجي عشانك. امين. فانا بقول لك كده، هو ذا يناديك، ثق قم هو ذا يناديك. امين امين. معانا مكالمه تانية من مصر، انا ما اعرفش الناس بتتكلم من مصر، بس الساعه 4 الصبح دلوقتي في مصر. المصريين هم. معانا مكالمه الاخ مجدي من مصر، اهلا بيك. اهلا وسهلا، مساء الخير. مساء النور، اهلا بك يا اخي مجدي. الساعه عندكم كام في مصر دلوقتي؟ يعني سمعني كده؟ سامعك، اتفضل. انا برحب باخواتي، وانا اعرف الرب يسوع اكثر من 15 سنه. امين. لكن انا يا ريت هدخل معاكم مداخله، بس يا ريت ما حدش يقطع عليا الخط. لا اتفضل. هو للاسف الايام دي اللي احنا فيها ايام صعبه، والكتاب بيقول كده بسبب قسوة انتقص محبه الكثيرين. احنا كقدام بيبقى شكلهم حلو قوي بالدش، وبتيجي صوره حلوه وبتكلموا بحماس، لكن بنيجي نبص في الكنيسه ما بنبص بالله، ما فيش افتقاد ولا في محبه، في اواضي، في صراعات بين المؤمنين. يعني خدام لا داعي لذكر اسامي حد، دكاتره وبييجوا كده بيقدموا برامج تحضر. الخط قطع. الخط قطع، هل فيك تكلمنا تاني يا اخي مجدي؟ الخط قطع، لو تتكرم ترجع تكلمنا تاني. لكن بس هي الفكره وصلت، هو عايز يقول ايه؟ يا بس انا عايز اقول حاجه على حته الخدام وكده، والاكل ال ال الوسط السلبي في الوضع الكنسي او في الخدمه عامه. ما ده الكلام ده اللي قلناه جورج في بدايه الحلقه، ده اتكلمنا فيه. ده مش جدا. يوحنا الحبيب في رسالته الثالثه يقول ايه؟ يقول واكتب الى الكنيسه، ولكن ديوتريفوس الذي يحب ان يكون الاول بينهم لا يقبلنا. لا يقبل مين؟ لا يقبل الرسول يوحنا، تلميذ المسيح. لا يقبلنا. فالوضع عدم قبول بعض ناس لخدام، عدم قبول خدام لبعضهم البعض، الغيرة التي ليس في الحسنة، ده شيء متواجد وموجود على الساحة الروحية للأسف الشديد. لكن علينا ان احنا نثابر، وعلينا ان احنا نمكن المحبة، وعلينا ان احنا نسكن في ستر العلي كخدام، علشان مجد الله بدل ما نطلبه من الآخرين، الآخرين يلاقوا فينا. تفضل. طيب تحب نكمل في ازاي افرح؟ دي كده كلمنا عن اول خطوه في الفرح، اني اقبل ربنا، اني اجي، وزي ما قلنا للاخ ابن رب، تيجي زي ما انا، كما انا اتي الى فادي، جاست از اي ام، اجي الى ابن الله وزي ما انا موجود، الله بيحط ايده عليا، ففي الحال برق، ففي الحال طفر، في الحال انفتحت عينيه وصار يرنم. ازاي افرح؟ طيب اعتقد ده سؤال احنا اتكلمنا دلوقتي ان الفرح حق، والفرح تحدي، وان الفرح ده شيء جوايا، الروح القدس اتكلمنا عن ان هو ثمره من الروح القدس، وان كل واحد مننا في اعماقه عند كثره همومي في حواليا، الفرح ده جوايا. لكن ازاي افرح؟ استسمحكم الاخ مجدي رجع تاني. اتفضل. يا اخ مجدي اتفضل. اخ مجدي اتفضل. ايوه معاك. اتفضل. الخط كان قطع. انا ماشي انا بقول كلام واقعي، ارجو ما حدش يزعل مني. بس صدقني يعني انا اقول لك انا حاجه عن اختبار زوجتي معايا كنيسه الاسبوع. فالمهم ده مختبر ويعرف الرب، عارف ما انا عمري ان هو يتناول هذا الشاب، اتعثر ما فيش كنايس. فللاسف احنا بنقطع في جسد الرب، يعني احنا مش قادرين حتى نقبل بعض داخل الكنيسه وداخل المجموعه، مش في صراعات اختلافات.
ودي سبب انكماد انا مش متشائم بس انا راجل واقعي ويعني بتكلم المحبه فكره جانب كتير من 20 سنه لما كنت انا في الايمان لا ما فيش افتقاد ما حدش بيحب حد في انتقاعات في مناقشات بين المؤمنين استاذنك استاذنك يا اخ مجدي يعني انا اجيبه معايا ثاني مغرفه انه يجي وجاي الكنائس الانجليه كلها فللاسف احنا بنعصر الناس مننا يعني مش عارف أوكي. انا في ايه اوكي هم مش انا اسف يعني ولا يهمك لا الفكره وصلت خلاص يا اخ مجدي الفكره وصلت اوكي طب كنت عايز تقول حاجه جو. لا كنت عايز اقول حاجه يعني بالاضافه للكلام اللي الاستاذ مجدي قاله والكلام الجميل اللي قاله دكتور رائد قبل ما نبتدي قال المفتاح هو موجود في بالرغم انا نفسي اسمع منك بالرغم يعني الحياه الروحيه عموما بالرغم من كذا يعني احنا كنا بنتكلم من الفرح بالرغم من وهنتكلم بعد شويه على حبقوق يعني في النقطه مهمه قوي في موضوع الفرح فبالرغم من الظروف الانسان يقدر يعيش مع الرب بالرغم من اللي بنشوفه نقدر نعيش مع الرب وبعدين في نقطه مهمه انا كنت اتمنى تكون معانا عشان اسالك سؤال الحقيقه ان انت عملت ايه في القصه دي يعني انت ايه الانبوت بتاعك او دورك. يعني دورك ايه في اللي بيحصل هل انت عملت دور ايجابي كتير قوي ما بيبقى اهتماماتنا يعني بره القدره على التغيير فبنتعب وبنحبط يعني بنشوف حاجه احنا ما نقدرش نغيرها وبنفضل ماسكين فيها دي بتؤدي لاحباط ده في علم النفس وفي الكتاب المقدس كمان يعني بيبقى اهتمامي بره دايره الدايره اللي انا اقدر اثر فيها فده بيؤدي بيا لاحباط اكتر فانت ركز في الدايره اللي تقدر تغيرها هي دايره نفسك يعني بص على دايرة نفسك ولما تغير في نفسك انت قلت انك مختبر رب دي حاجة كويسة ابتدي غير بقى الواقع ده في الدايرة الصغيرة بتاعتك ابتدي انت لحد اللي مش بيفتقده ابتدي انت افتقده انا ما بقولكش ده يغني عن الدور الكنيسة لكن لو كل واحد فينا بص للدور الصغير اللي هو بيقدر يعمله ويبتدي يشتغل فيه بإيجابية هيوصل لدرجة ان هو يقدر يغير الواقع الصغير بتاعه والواقع الصغير بتاعي مع الواقع الصغير بتاع الاخ بيتر مع الواقع الصغير بتاع الاخ جورج يعمل واقع اكبر شويه وبعدين يجوا الاخوه الاحبه معانا فالواقع يكبر وهكذا يمتد الواقع لكن احنا صدقني احنا مش طالعين يعني نوعظك ولا نقول لك كلام نظري ولا يعني حاشا صدقني الواحد يعني الرب بيصنع ده وبيعمل ده وعمل فينا ويقدر يعمل فيك ويشتغل فيك ويخلي نظرتك دي تختلف تماما والدنيا تتغير حواليك يعني بالرغم من الظروف لكن الانسان يقدر يعيش انا بعمل ايه ده سؤال مهم لازم اساله نفسي انا اضافة للكلام دكتور رائد بيحضرني لما يوحنا المعمدان دخل السجن وراح بعت للرب يسوع تلاميذ وقال له هو انت المسيا ولا ننتظر اخر بتتكلم مع النبي اتقال عنه اعظم نبي في العهد القديم كله بتتكلم عن نبي شاهد الروح القدس ينزل على الرب يسوع في المعمودية والحدث يعني كان متواجد في الحدث بتاع الله الآب يقول من السماء هذا هو ابن الحبيب له الذي به سررت فكانت مشكلة يوحنا انه باصص على اللي المسيح ما عملوش كان مستني يوحنا ان اللي شاف اعمى اللي اقام ميت اللي اقام ابن الامرأة الارملة اللي سدد احتياجات الناس على الاقل يطلعهم من السجن ده حق مشروع يعني طبيعي ان انا افكر كده لكن هو ركز في اللي الرب يسوع ما عملوش معاه ونسي ان الرب يسوع اقام موتى شفى عميان وان اصبع الله كانت بتحرك لكن إرادة الله مختلفة إرادة الله بالنسبة له هو كان إنه صديق يعاين من بعيد إنه هو الإله الحي أمين. 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 أمين أمين طيب احنا عايزين نتكلم عن خطوات عملية وحضرتك أشرت إلى موضوع برغم من
عايزك تكلمنا بقى. واحد هنا مجدي قال لنا ظروف الكنيسة وحشة جدا والمؤمنين معرفش بينهم ايه ومفيش افتقاد، وواحد عشان معرفش من كنيسة ايه ما يناولهوش في وكل المصايب اللي بتحصل دي. طيب واكتر واكتر يعني ده عطانا عينة بس هو لو هنتكلم مش هنخلص. لكن انا عايزك بقى كلمني عن بالرغم من، يعني ازاي افرح وازاي اكتشف منابع الفرح والطاقة اللي هي اللي موجودة في اعماقي بالرغم من الظروف الصعبة، بالرغم من الحظ النحس، بالرغم من المرض، بالرغم من الفقر، بالرغم من الكورنتين، بالرغم من كورونا، بالرغم من حالة الاخوة اللي تسبب الغثيان والقيء، وبالرغم من حالة الكنيسة وبرغم حالة المؤمنين، بالرغم من كل ده ازاي بطريقة عملية بحيث ان انا اطلع النهاردة بخطوات قدام. امين. بالرغم من دي في آية بتاعت حبقوق موجودة في آخر سفر حبقوق. مع أنه بالرغم من أن التين لا يزهر ولا يكون حمل في الكروم، يجذب عمل الزيتون، الحقول لا تصنع طعام، ينقطع الغنم من الحظيرة، ولا بقر في المزاوي. الله، طب إيه الفضل؟ ولا حاجة. إيه الفضل؟ ما فيش. لكن يقول إيه؟ افرح بالرب وابتهج باله خلاصي، السيد الرب قوتي. السيد الرب قوتي، مشيني على مرتفعاتي. ليه؟ لان هنا الموضوع مش وهم، الموضوع مبني على حق. ان في حد زي ما انت قلت كده اخ بيتر، ان في جوايا هذه القدره لاني متحد بالله. بس شرط اساسي عشان كده مهم للاخوه المتصلين ولأي حد بيسمعنا النهاردة أن يكون عندك العلاقة الشخصية بالمسيح. صح. مثل المولود أعمى اتكلمنا فيه. اختبار، هل اختبرت؟ هل دقت؟ هل شفت؟ ساعتها هتقدر تختبر هذا الفرح الحقيقي. بدون ده مش ممكن، برغم منها تبقى سهلة قوي لو عندي العلاقة. برغم منها تبقى سهلة لو عندي العلاقة كبداية. بالظبط. تاني نقطة يعني عملية أكتر عايزة أقولها هي أني الفرح اختيار. اختيار. انا بختار ان انا اكون فرحان. يعني ايه بختار اكون فرحان؟ يعني هايص كده واقول ان انا فرحان؟ بختار ان امشي في السكه اللي تخليني فرحان. في رساله بولس الرسول لاهل افسس اصحاح 4 يقول اسلكوا في الدعوه التي دعيتم منها. يعني انا بمشي في سكه، والكنيسه الارثوذكسيه حاطه ده في صلاه باكر. ليه في صلاه باكر بالتحديد؟ لانه انا كل يوم الصبح محتاج اعمل هذا الاختيار. ده مش اختيار اعمله مره وانام. كل يوم الصبح انا محتاج اختار اني اسلك في هذه الدعوه. طب ايه الدعوه؟ مخلوقين لاجل اعمال صالحه قد سبق الله فعدها لكي نسلك فيها. لان انا قبلها يقول ان اننا نحن عمله في اصل الكلمه تحفته، ماستر بيس، قصيدته الشعريه. اوكي، لو انا عارف يعني تخيل انت ربنا عمل السكر. الله، ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ده ربنا بيقول كده على الانسان، لان نحن عمله. لو انا عارف ان انا مخلوق في المسيح يسوع لاجل عمل صالح قد سبق الله فعادها لكي نسلك فيها، هبقى عارف ان في هدف من الحياه. الهدف مش الاكل والشرب والنوم كل ده ربنا هيدهوني وهاخده زياده. واختبرنا ده وشفناه، ولسه اخ جورج حكينا على المعجزه اللي حصلت معاه. مش دي القصه خالص. انا محقق الهدف اللي الرب خلقني عشانه. لو ده ضايع مني استحالة هكون فرحان. في سفر الجامعة اصحاح 11 اصحاح 3 اسف يقول في عدد 11 يقول وايضا جعل الابدية في قلوبهم التي بدونها لا يعرف الانسان العمل الذي يصنعه الله من البداية للنهاية. هيفضل متلخبط في حياته. انا صحي النهاردة اعمل ايه؟ طب ليه صحيني؟ طب خليني انام شوية. انا ايه الهدف من يومي؟ ما يومي يعني امبارح زي النهارده زي بكره، كلها اخبار سيئه واخبار وحشه، ايه اللي خليني اقوم اصلا من النوم؟ ويكتئب ويحزن لانه مش شايف الهدف. فهي نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لاجل اعمال صالحه قد سبق الله فعدها لكي نسلك فيها. والكنيسه بتفكرنا ان احنا كل يوم الصبح نسلك في هذه الدعوه، ده اختيار. واول مزمور في صلاه باكر برضو يقول اللي هو مزمور 1 طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار فطريق الخطاة لم يقف في مجلس المستهزئين لم يجلس. كل ده فيه كلام ازاي اسلك
في كلمة الله، وده يؤدي للفرح في النهاية. يعني في جوه المزمور ده فيه كنز كمان. فعايز أقول إن هي اختيار، اختيار لإيه؟ مش اختيار أنا فرح أنزل هيص أعمل فرح وأولع أنوار وأعمل دماغ، لا. اختيار فرح يعني اختيار إن أنا أسلك في الدعوة التي دعيت لها. دي أول نقطة. يعني ده كلام رائع جدا جدا جدا. قبل ما نسمع ترنيمة أنا عايز بس ألخص النقطتين الجمال دولة. بالرغم من وحضرتك أشرت إلى حبقوف، مع إنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في كرم يكذب عمل، كل الدنيا حوالينا ضلمة، لكني بالرغم من كل ده أنا هفرح بالرب، هبتهج بإله خلاص. وعلى فكرة هي هنا مش أبتهج بخلاص إلهي، لكن أبتهج بإله خلاصي. يعني أنا هفرح طبعا لو ربنا خلصني، لو التين ابتدى يزهر وبقى فيه كروم وبقى فيه عنب وبقى فيه فرح ما يدعو للفرح، لكن هنا أنا مش حتى مش مستني الظروف دي عشان تتغير، لكن اللي هيفرحني هو إله خلاصي، مش مستني خلاص إلهي. الحاجة التانية نقطة جميلة جدا جدا، المؤمن اللي فاقد رسالته. لو المؤمن فاقد رسالته ما تستناش فرح، ما تستناش فرح، هتمشي زي سوري يعني زي شمشون في الساقية. مؤمن فاقد رسالته مش هيكون في فرح، لكن لأعمال صالحة قد سبق الله أعدها لكي نسلك فيها. وجميلة جدا حكاية في صلاة باكر، كل يوم نفكر نفسنا إنه الله خلقني علشان رسالة. أنا مش مستني يا ربي موقف راح يفرحني، ولا مستني كلام يشجعني ويفرحني، لكن أنا الفرح ده جوايا، نفسي أنا هفرح بيك علشان انت امين بتشجعني. امين. مش مستني يا ربي موقف راح يفرحني، او مستني كلام هيطمني ويسعدني، او مسنود على ناس تتغير وتجرحني، وارجع لك من تاني علشان تشفي وتشبعني. انا هفرح بيك علشان انت بتكفيني، انا هاتف ليك علشان انت بتحميني، انا هفرح بيك علشان انت بتكفيني، انا هاتف ليك علشان انت بتحميني. مش مستني يا ربي موقف راح يفرحني، او مستني كلام هيطمني ويسعدني، او مسنود على ناس تتغير وتجرحني، وارجع لك من تاني علشان تشفي وتشبعني. مش مستني يا ربي موقف راح يفرحني، او مستني كلام هيطمني ويسعدني، او مسنود على ناس تتغير وتجرحني، وارجع لك من تاني علشان تشفي وتشبعني. انا هفرح بيك علشان انت بتكفيني، انا هاتف ليك علشان انت بتحميني، انا هفرح بيك علشان انت بتكفيني، انا هاتف ليك علشان انت بتحميني. مش رح انزل عيني من على شخصك وجمالك، واتذكر ضعفاتي وخيانتي وكسر كلامك، وياك يتجدد عهدي تغمرني بنهر سلامك، وتفيد بيا بروحك بشهادة المجد جلالك. مش رح انزل عيني من على شخصك وجمالك، واتذكر ضعفاتي وخيانتي وكسر كلامك، وياك يتجدد عهدي تغمرني بنهر سلامك، وتفيد بيا بروحك بشهادة المجد جلالك. انا هفرح بيك علشان انت بتكفيني، انا هاتف ليك علشان انت بتحميني، انا هفرح بيك علشان انت بتكفيني، انا هاتف ليك علشان انت بتحميني.
اختيار موفق يا استاذ ارمن، انت كده جبت يعني خلاصه الامر كله. احنا ممكن الحلقه دي نعملها ترانيم بس. لا هو جاب خلاصه الامر كله في الترنيمه دي، مش مستني موقف ومش مستني ناس ومش مسنود على ناس، لا المواقف اتغيرت فانا هفرح، ولو الناس اتغيروا او انا مسنود على حد هفرح. المواقف والناس الاثنين دول مش موجودين، لكن الفرح نبعه موجود في اعماق كل واحد قبل، او زي ما سمعنا من الاخ رائف ان هو رائد انه فعلا قبل وجان له اختبار حقيقي من يوميها، من يوم ما قبلت حبيبي يسوع والفرح موجود في اعماق. كلمنا عن نقطتين دلوقتي، خطوات عمليه زي افرح، كلمنا عن ما بصش على الظروف لكن الفرح موجود بسبب شخص المسيح، إله خلاصي مش خلاص إلهي، وفي نفس الوقت على الدعوة أو الرسالة اللي غرض الله من كل واحد. ودي نقطة خطيرة جدا جدا دكتورة، بصراحة روعة جدا إنه هدف الله وغرض الله لو اكتشفته في حياتي وعشت بحسب الدعوة اللي الله عايزني فيها، ده أحد دواعي الفرح. فعلا أحس إن أنا العمل الذي أعملته قد اللي أعطيتني أكمل قد أكملته، وحس إن أنا فعلا بأثمر لملكوت الله. انت عارف حتة الهدف، ناس كتير قوي ما بتعرفش الهدف ايه، مؤمنين وحلوين وروحيين فما بالك بغير المؤمنين، لانه انك تعرف هدفك لازم اعرفه من ارضية فرح، ان انا فرحان انا مرتاح مع الله، انا الله سبب فرحي وسبب هدوئي، بالهدوء وبالطمأنينة تكون قوتي والقوة في تحقيق الهدف. فأنا علشان أخد يبقى هدفي واضح لازم يكون فرحي موجود، يقوم فرحي يخلي يكشف لي الرؤية، كأنك في تعرف السفن في المنارة، كأنك بتنير للسفينة حياتك عن طريق الفرح. يوم لما الدنيا تنور تقدر تشوف هدفك، ولما تقدر تشوف هدفك تسعاله فتفرح في سعيك ليه وتفرح أكتر إنك حققته. يقوم فرح بيجيب هدف، بيجيب فرح تاني هدف آخر، وهكذا حياتنا كلها تبقى عبارة عن سلسلة من الأهداف الأرضيتها الانفراستراكشر البنية التحتية بتاعتها هي الفرح. قصدك بقى كده اللي قاله بولس الرسول في أعمال 20، لأتمم بفرح سعي والخدمة التي قبلتها من الرب يسوع. الفرح شيء أساسي في حياة الناس، وللأسف الشديد معظم الناس ما بتعرفش تفرح. لك أفرح على إيه؟ يعني زي مثلا إيه الست الوالدة يعني زمان تقول لي أهدائنا هي لو فلحت، يعني أنت فرحني بقى بحيث يعني أفرح بيك إزاي وأنت ما بتذاكرش كويس. ليه؟ لأن الفرح هنا مرتبط بأتشيفمنت معينة، لكن فرحي مرتبط بهويتي، بالهوية بتاعتي. أنا بلونج، أنا بنتمي لله، عشان كده أنا فرحان. أمين أمين. إحنا معنا 7 دقايق من وقت البرنامج. No way. يعني الوقت مش جري لكن طار. والحقيقة كان في ترنيمة كان نفسي من زمان أسمعها من الأسيس أرمين، لكن ما أعتقدش إن إحنا نلحق نسمعها منه لأن إحنا الوقت جري مننا، فإحنا عندنا 6 دقايق. فأخد تعليق من كل واحد منكم، بس لازم يكون في يعني جزء تاني للحلقة دي بنعمة رب ونسمع الترنيمة. أنا نفسي كن فعلا أسمعها اللي هي بتتكلم عن الفرح بالرغم من الحزن اللي جواي، برغم من الظروف لو مهما كانت صعبة ظروفي رح أصلي لك، لو مهما كانت أيامي سودة رح أغني لك، رغم الألم والضيق رح أرفع اسمك بالعالي، وتوب الحزن العتيق خلعته عشانك يا غالي. أبدا مش رح يحنيني ضعفي وحزني وأنيني، ولا رح تشمت في ظروفي لو مهما كانت، لو مهما كانت ايامي صعبه راح اغني لك، لو مهما كانت ايامي سوده راح اصلي. بس للاسف كان نفسي اسمعها من الاسيس ارمن، لكن الوقت جه نسمع جزء منها. طب اخد منكم تعليق بسرعه في النهايه وبعدين نسمع الترنيمه دي. انا بس على الحته الاخيره اللي كنا بنتكلم فيها اللي هي الهدف من الحياه او البيربز بيسموه بالانجليزي،
الغرض من الحياة. ده الرب اتكلم عنه زي ما قلنا في سفر الجامعة. وقبلها يقول للولادة وقت وللموت وقت وكل حاجة ليها وقت. والإنسان بيبقى متلخبط لو هو ما عندوش الحتة دي. على فكرة الناس اللي دارس ليدرشيب بتقول أهم لحظتين في حياة الإنسان اللحظة اللي بيتولد فيها واللحظة اللي بيعرف ليه اتولد. روعة. صحيح. The moment they are born, the moment they know why they are born. اللحظة اللي اتولد فيها واللحظة اللي عرف هو موجود بيعمل ايه في الدنيا. وبيقعدوا يعني في الكوتشنج يقعدوا فيها ممكن مع الكلاينت يعني بيقعدوا فيها ممكن سنة اتنين يكتشفوا في الهدف ده اللي ربنا قاله لنا هنا. سهل وواضح جدا زي ما قلنا reinventing the wheel. يعني لا مخلوقين ايه اعرف الهدف. انت مخلوق من الله ولن تشبع الا في الله. يعني بس النقطة اللي احب يعني قبل ما نسمع الترنيمة احب اقولها كتعليق واذا سمح الرب ان احنا نكون في مرة تانية نتكلم على النقطة العملية. امين كويس. امين امين. الفرح في نص دقيقة جهاز المناعة. أه. الفرح هو جهاز المناعة جسديا ونفسيا وروحيا. امين امين. بشكركم جدا جدا على وجودكم النهارده دكتور رائد جورج جوهري. شكرا جدا لوجودكم النهارده واتمنى ان احنا ربنا يدينا فرصه ثانيه عشان نكمل الموضوع ده. احبائي هنخرج من الحلقه دي بالترنيمه الجميله اللي كتبها ولحنها ايمن كفروني وهيرنمها لنا القسيس ارمن هاكوبيان. ارجو النهارده ان حلقه النهارده تكون سبب بركه ليك وسبب تغيير مايند سيت جديد فلا تكون إلا فرحا. أستاذ أرمن بشكرك كمان يا أستاذ أرمن على وجودك معنا النهارده. لو مهما كانت صعب ظروفي رح أغني لك. لو مهما كانت أيامي سودة بصلي لك. لو مهما كانت صعب ظروفي رح أغني لك. لو مهما كانت أيامي سودة بصلي لك. رغم الألم والضيق رح أرفع اسمك بالعالي وتوب الحسن العتيق قلعته عشانك يا غالي. ورغم الألم والضيق رح أرفع اسمك بالعالي وتوب الحسن العتيق قلعته عشانك يا غالي. ابدا مش رح يحميني ضعفي وحزني واناني. ابدا مش رح يحميني ضعفي وحزني واناني. ولا رح تشمت في ظروفي. لو مهما كان لو مهما كان صعب ظروفي رح اغني لك. لو مهما كان أيامي سودة بصلي لك. لو مهما كان صعب ظروفي رح أغني لك. لو مهما كان أيامي سودة بصلي لك. فخري انه بضعفي قوة الهي بتظهر. والجبل العالي القدامي على اسمه يدوب ويصغر. انا فخري انه بضعفي قوة الهي بتظهر. والجبل العالي القدامي على اسمه يدوب ويصغر. من انت يا بحر الهايش بيسوعي انا ماشي فوقك. من انت يا سور العالي بإلهي بطلع فوقك. من انت يا بحر الهايش بيسوعي بيجي ماشي فوقك. من انت يا سور العالي بإلهي بطلع فوقك. بإلهي بطلع فوقك. ابدا مش رح يحنيني ضعفي وحزني واناني. ابدا مش رح يحنيني خوفي وحزني واناني. ولا رح تشمت في ظروفي. لو مهما كانت ابدا مش رح يحنيني ضعفي وحزني واناني. ابدا مش رح يحنيني خ
خوفي وحزني وأنيني ولا رح تشمت في ظروفي لو مهما كان لو مهما كان صعب ظروفي رح أغني لك لو مهما كان أيامي صوب بصلي لك لو مهما كانت رح أغني لك لو مهما كانت أيامي سودة بصلي لك